تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم احتفال مدرسة البيان بتخريج الفوج 24 من طلاب وطالبات المدرسة، وذلك ضمن حفل بهيج أقيم بالمدرسة. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مدرسة البيان تعتبر من المدارس المتميزة في المملكة والتي حققت إنجازات كبيرة ومتميزة على مختلف الأصعدة، وتمكنت من تخريج أفواج متعاقبة من الطلاب والطالبات الذين شاركوا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، مشيرا سموه إلى أن مناسبة تخريج الفوج 24 من مدرسة البيان هو مناسبة عزيزة على الجميع، يتم من خلالها الاحتفاء بالعلم والمعرفة والطلاب المتخرجين والذين سيشكلون العنصر الأهم في بناء الوطن ومستقبل البحرين المشرق. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن حفل التخريج يعتبر مناسبة عظيمة نشارك من خلالها الطلبة والطالبات وأهليهم فرحة التخرج وقطف ثمار الجد والاجتهاد والمتابعة الحثيثة للتحصيل العلمي، ولنشد على أيدي جميع الطلبة والطالبات من أجل مواصلة النجاح والتفوق، متمنيا سموه لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية المقبلة. كان الحفل قد أقيم بحضور واسع من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة وعدد من كبار المسؤولين في المملكة وشخصيات المجتمع وعوائل الخريجين. بدورها أعربت الدكتورة الشيخة مي بنت سلمان العتيبي رئيس مجلس إدارة المدرسة عن سعادتها بتشريف سمو الشيخ ناصر حفل التخرج، مؤكدة أن سموه داعم للطاقة الشبابية التي ترتقي بالعملية التعليمية وتنهض بطاقات أبناء الوطن. كما هنأت الشيخة مي الخريجين من طلبة البيان هذا اليوم، وذلك بعد مشوار طويل من الإنجازات الطموحة التي تم تحقيقها، مؤكدة على أن الأجيال الجديدة ستواصل ما سار عليه الأجيال السابقة وسترفع اسم مملكة البحرين والمدرسة في محافل البحرين كما هو العهد الحالي. عشرات من الطلبة والطالبات في حفل بهيج نفضوا سنوات من الجهد والتعب في سبيل العلم والتعلم حتى ظفروا في هذا اليوم إنجاز التفوق والتميز الذي زينه وجود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. البيان تعد من المدارس الرائدة في المملكة، تمكنت من تخريج أفواج رفدت مختلف القطاعات التنموية بطاقاتها اللامعة. هذه هاي التخرج حق اهلي امي ابوي اخواني كلهم وخواتي ويدي جاسم وكلهم اللي معاي واللي سندوني ووصلوني لهالمرحله، والله يحفظكم ان شاء الله. اهدي هالتخرج لاهلي اللي من غيرهم انا ما بكون في المكان اللي انا فيه، والمدرسين اللي ساعدونا في هالطريق ووقفوا معانا، ومن غيرهم احنا ما بنكون وين احنا. واتمنى ان لكل طلب البيان نفس هاي الشعور الفرحه والسعاده، واتمنى من السنين الجايه ان اكون اتخرج من جامعه بعد، بس عمري ما بنسى البيان ولا الطلبه ولا المدرسين. خطتي ادرس طب اسنان وارجع البحرين ان شاء الله اكون طبيب، بس الحمد لله استانست اليوم الحمد لله. اتمنى ان اتوفق، وان شاء الله اهم شيء عندي ان
أنس أمي وأبوي وأهلي، هذه أهم شيء عندي. ندرس في جامعة محترمة ونجي البحرين نشتغل ونطور في البحرين إن شاء الله. شعاع لا ينضب تحتفي به المدرسة كل عام، فرحة متواصلة كست وجوه أولياء أمور أولئك الطلبة. والله إحنا نهني الجميع المخرجين بيان البحرين، نهني الشيخ أمي العتيبي على نجاح هذا الاحتفال. طبعا فرحة أي أب، طبعا الإنسان سعيد بتخرج أبنائه، والله يوفق الجميع إن شاء الله. أتمنى لكم إن شاء الله الفرحة للأول والتالي، مال البحرين عامة كلها، وأولادنا نفرح لهم بالأناسة والسعادة، وطول الله أعماركم وعمار أولادنا إن شاء الله. أنا جدا سعيد وأتمنى كل الطلبة أن نكون كوادر جيدة في المستقبل، مستقبل جيد لهم، وأنا متأكد أنهم حيكونوا إن شاء الله من خدام هذه البلد. صراحة شعور لا يوصف، وأتمنهم إن شاء الله في حياتهم العملية والعلمية إن شاء الله بكثير من التطور والرغي إن شاء الله، ونشوفه في المستقبل يمثلون وطنهم. هذا كل ما في شعوري، شعوري ما يوصف صراحة. ما أقدر أقولك شنو داخلي، ما أقدر أقولك. هذه بشري أول واحدة تخرج عندي، ماني قادرة أوصف عذوب. تعالي أنت قولي لهم شنو شعورك وأنت متخرجة، أول بنية عندي تخرج. إن شاء الله أشوفها تتخرج دكتورة يا رب يا حبيبي إن شاء الله. أجيال تتوالى تأمل البيان منها دائما وأبدا رفع اسم المملكة في محافل البحرين كافة كما دأبت عليه المدرسة. باكورة السنوات وثمار الجد فيها، ها هي تقطف اليوم. 74 طالبا أنهوا مشوارا، وها هم يبدون استعدادهم لمشوار الحياة الجامعية والعملية لخدمة هذا الوطن العزيز. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.